الرائع، كنا نتحدث عن ذلك. والكرة الآن بتتحول من جديد باتجاه لابورت اللي بدون بيرسل الكرة في الجهة اليمنى في محاولة لبناء وتنظيم هجمة لمصلحة فريق النصر في الجهة اليمنى. بتتمرر الكرة من لجامي، عادت بعد ذلك إلى لابورت، طويلة وعالية لو وصلت، وصلت إلى غريب، وقف سيطر، ولكن الكرة العرضية والكرة تعود بعد ذلك، وصلت إلى بروزو، بروزو يحاول فيها، عادت مرة أخرى في مكان إلى أوتافيو، تمرير أقصى الجهة اليمنى، سلام يا أوتافيو، ساديو الله، تصويبة يا رب، يا ماني ويا كبر الأماني، يا كبر الأماني، ماني عندما يكون بإمكانك أن تحلق بجناح واحد، إنه ساديو، إنه ماني، عندما يكون بإمكانك أن تحلق بجناح واحد يا ساديو يا ساديو، منذ البداية وأنت تبحث عن الحل الفردي، منذ البداية وأن تقول أنا لها هذه مباراتي، يا سلام يا أوتافيو، الله على الكرة، شوف الغنام من الاستلام هدف، من التفويت هدف، شوف التوجيه، شوف ساديو طلعها من اللعبة، والنصر دخل في اللعبة، الرقم 10 ماني، ويا كبر الأماني، ويا كبر الأماني مع ساديو، الله على الجناح، إنه يصوب، إنه يفتح الطريق، إنه يبدأ بسلاح التسديد، ألم نقل سلاح التسديد، ألم نقل سلاح التسديد، الآن هناك سقوط، إلى هناك خطأ، ماذا يشير الحكم؟ يا لها من دقيقة، انقلب الحال، كرت أحمر، يا للحظة التي أخرى من ساديو ماني، ساديو بيرسل الكرة إلى الخيبري، صارت مرتدة، وصلت إلى تلسكا، يا سلام، تلسكا عدى، مرار، لكن مقطوعة، عادت إلى بروزو، من جديد إلى ساديو، ساديو في مكان، لكن الكرة أيضاً بتتخلص، الثاني قرب، الثاني قرب، يا أوتافيو، يا أوتافيو، في الجهة اليمنى بيلعب لكرة، سلطان الغنام إلى تلسكا من بعيد، الله، الفوز بدونه لا يلغي أهميته، كل سلاح تملكه ستحتاج إليه، فكيف بتلسكا؟ يا للسلاح، يا للسلاح، هذا السلاح الثقيل يا لويس كاسترو، السلاح الثقيل، السلاح، الصورة كانت مرفوعة والرأس مرفوعة والقدم ترسل قذيفة عن طريق تلسكا، يا الله على الكرة، هل غبت في الأسابيع الماضية لتعود بهذا؟ غيب إذا رح ترجع بهذا، الله يا تلسكا، شوف الغنام، شوف من الاستلام النية النية النية، شوف الإنهاء، شوف الركنة، يفوزون بدونه، لكن أهميته قد تظهر في لقطة، في لحظة، يا له من سلاح يمتلك النصر، يا لها من قدم يسرى لا تصد، لا تصد، هدف عالمي للعالمي في شباكك يا موريرو، لم تأتي من كريستيانو، انظر إلى تلسكا وقبله ساديو ماني، وقد يأتي لك كريستيانو في أي لحظة. 2-0 تقدم النصر عن طريق تلسكا مع بداية شوط المباراة الثاني، الله على هدف قد يكون هدف الجولة، جبات الدفاعية والكرة بتتخلص وبتتشتت، عادت إلى ساديو، حظا وقف سيطر، الكرة ما زالت معه، لا يخسرها بسهولة، ساديو ماني إلى أليكس تيلس اللي بدوره بيرسل الكرة، والمحاولة الآن من جديد مرة أخرى في مكان كريم البركاوي شارك الآن، ولكن كريستيانو يريد أن يصنع كرة أقصى اليسار، وصلت إلى بروزو، وقف مرر، يا تلسكا يا تلسكا، كريستيانو استلم، صوب، ولكن تصطدم، تعود إلى تلسكا، صوب، لكن غير راية، انظر إلى بروزو وتغيير الاتجاه، كريستيانو يتركها إلى الغنام، الغنام إلى كريستيانو، عادت بعد ذلك إلى الغنام، نقلات النصر يتم يمررون الكرة، يستحوذون، يتحكمون، يريدون هدفا ثالثا، وسيأتي، 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 الله، كل أهدافك لهم ولك،
لكن هذا لي، هذا لي. هل أخبروك؟ هل تستقبلني؟ هل تختبرني يا كريستيانو؟ رحلت وأنت تفعل ذلك، وعدت وأنت تفعل ذلك، وهل تفعل شيئا غير ذلك يا كريستيانو؟ يا كريستيانو، ما زلت قاذفة لها، وستظل صاروخ ماديرا، وستبقى دائما الملك والدون كريستيانو. هدف يسجل عن طريق من لا يعرف سوى التسجيل، هدف عن طريق الأكثر مساهمة، هدف عن طريق الأكثر تهديفا. تلسكا يصنع هنا، كريستيانو من بين الأقدام، كريستيانو يصوب، يمناه تحفظ الطريق، يسراه لا تخطئ المرمى، رأسه مرفوعة وعينه لا تنظر إلا للأمام. الدون كريستيانو يسجل هدفا ثالثا ليكمل الليلة، ليكمل الفوز، ليكمل الصورة. الهدف يأتي بعد صراعات مستمرة ثلاثية نصراوية، هدف مباراة نواف العقيدي أيضا في حراسة المرمى. شوف لسه يحاول يتكلم، نشوف يسجل محمد فوزير. هذه ركلة الجزاء مكافأة لمجهود محمد فوزير في المباراة. كنت أقول قبلها أن سجل أهداف، لكن بدون شباك تتحرك فوزير، هذه مكافأة تستحقها يا فوزير. حتى ركلة الجزاء تنفذها بهذه الطريقة، يا للمباراة التي قدمتها. نعم فاز النصر، ولكن لم يخسر فوزير، لم يخسر فوزير، فاز بهذا الهدف. خسر الرائد وفاز فوزير بهذا الهدف. يا لركلة الجزاء وهدوءه وتنفيذه والكرة التي وصلت. شايف حتى يا إيغور حصل كرت أحمر على الماشي، وشوف هنا ساديو ماني، ساديو ماني هو ما خلص من بركاوي، تطلع له يا ساديو. الله الله يا فوزير، يا فوزير، يا فوزير. نعم خسر الرائد، لكن أنت فزت اليوم بإعجاب الكثيرين بأدائك. كنت مع النصر تسجل مع على الرائد، الآن أنت مع الرائد تسجل على النصر لتكون النتيجة 3-1.